ما زالت مآسي حوادث القطارات تتكرر لتذكرنا بكم الضحايا التي حصدت السكك الحديدية أرواحهم، وآخرها كان الحادث الذي وقع في قرية المرازيق بالبدرشين في الجيزة، عندما سقطت 3 عربات من قطار 986 المتجه من القاهرة للقنا، ما أسفر عن إصابة 55 مواطناً. أسباب متعددة لحوادث القطارات، فإما المزلقان أو السرعة الزائدة أو انفصال الجرارات وغيرها من الأسباب التي أودت بحياة الآلاف على مدار أكثر من 15 عاما، حيث كشفت إحصائية رسمية أعدتها هيئة السكة الحديد بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن إجمالي عدد حوادث قطارات السكك الحديدية منذ عام 2006 وحتى عام 2016 بلغ 12,236 حادثا، وكان أعلى معدلات الحوادث في عام 2009 وبلغت 1577 حادثا، وأقلها في 2012 الذي شهد 447 حادثا فقط، وجاءت أعلى معدلات للوفيات والإصابات في حادث قطار مزلقان منفلوط في ديسمبر من عام 2012 والذي راح ضحيته 51 شخصا، يليها حادث قطار العياط في 2013 الذي أسفر عن وفاة 15 شخصا. وكان لمحافظة الجيزة نصيب الأسد من حوادث القطارات بأعلى نسب بمنطقتي العياط والبدرشين، ففي عام 2002 تسبب حريق قطار العياط في وفاة أكثر من 350 مواطنا، وفي أكتوبر من عام 2009 تسبب تصادم قطارين في العياط أيضا في وفاة 30 شخصا، وشهد العام 2013 حادث قطار البدرشين الذي أدى إلى وفاة 18 شخصا وإصابة 120 آخرين.